ايوه مساء الخير يا دكتور. اتفضل يا استاذ. حضرتك الكاميرات جابت كده في شويه حاجات كده مش كويسه. في في يعني في مش صريف. في فتحه يعني؟ فتحه هنا؟ هنا ما بين كلاينتس ولا ما بين موظفين؟ واحد مدام عامله شعرها اصفر كده وفي شاب تاني رسم حاجه كده على ايديها. ايه اللي حصل؟ في حاجه؟ تمام انا هشوف، انا هاجي اشوف. طيب خلاص اوكي. طب ممكن نقول انا لازم اقول اشوف ايه اللي بيحصل. خليك ايه، خليكي مع حضرتك. اوكي يا حبيبتي. دخل هنا ده ممكن يطلع ثانية؟ معلش ممكن يطلع ثانية. طب ادخلي الويتنج روم. حاضر. ايه ده في ايه؟ طب لو سمحتي. حاضر حاضر. طب انت هيقولي حاجة. لا انت هيقولي حاجة. ما تقوليش حاضر وتفضلي واقفة ساكتة. انت هيقولي حاجة. ثانية ثانية. لا وانا كمان ما بحبش كده. لو سمحت ثانية واحدة. الموقف اللي حضرتك اتكلمت عليه. صح؟ انا بسأل سؤال تجاوبني. صح؟ اتفضل اتفضل اتفضل. يا ريت بس معايا. تاني شيرات. ايه 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 ما تحطيش ايدك على ايدي. انا عايزاك تحطيش ايدك على ايدي. هو بالرغم ايه ده، ايدك ايدك يا حبيبي. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. ايه انت رايحة ايه؟ انا يا بابا انا ايه اللي قاعدة فيه عليكي؟ عايزة ايه؟ بابا ما نبكيش تتربي؟ نو بابا ما نبكيش تتربي. ها؟ لا بابا ما نبكيش تتربي يرحمك. الاكستنشن ده هقطعه لك دلوقتي. الاكستنشن ده هقطعه لك دلوقتي. انت بتبعد عني خالص. انت بتبعد عني خالص. انت بالحيوانك دي ليه يعني؟ ليه؟ ليه؟ يا جماعه يا جماعه يا جماعه مستفاده. لا شنو يا استاذه اللي انت فيها دي؟ وايه السفاره اللي انت فيها يا انسه؟ بالراحه. انت مجنونه؟ مجنونه انت اللي انت يا جماعه. يا بنت الناس مين؟ فاكر الناس مين؟ هو سالك عشاني. يا سهله سامي عشاني. يا وحشه. يا سهله. يا وحشه. يا سهله. يا وحشه. يا سهله. يا وحشه. انت غيرانه من شعري ليه؟ ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. نورتونا.